اهلا بيكم بفيديو جديد، معاكم اسلام مندو. في الفيديو ده اقول لكم عيوب الجهاز الاستراد واقول لكم كمان مميزاته واحكي لكم حكايته كلها. بس لو انت محتار او مستعجل ما بين الجهاز التجميع او الاستراد، فانت لو معاك ميزانية فانت تجيب تجميع احسن، لكن لو معاكش ميزانية فانت ممكن تجيب استراد. يلا بينا بقى نقول عيوب الاستراد وحكاية الاستراد. يلا بينا. اول حاجة كده حابب احكي لكم حكاية عن الجهاز التجميع. جهاز التجميع ده بيبقى عامل ازاي او شكله عامل ازاي؟ في ناس ما تعرفش يعني ايه تجميع، عارفة الاسم ده بس. الجهاز التجميع ده يعتبر انك بتجمع جهاز، انت بتجيب الكيسة مثلا فاضية وبتبدأ تجيب البوردة، مثلا تشتري البوردة، بعد كده تشوف بروسيسور محترم ليها ويتحطه على البوردة، بس لازم يبقى متوافق معاها. وبعد كده بتجيب الرامات والهارد وبتبدأ تجمع قطعة قطعة وتركبها في الكيسة بتاعتك، فبنسميها تجميع. تعالوا بقى لجهاز الاستراد. الجهاز الاستراد دوت بيبقى حكايته حكاية. يعني جهاز الاستراد دوت بيبقى مثلا مستخدم في الدول اللي بره لمدة مثلا من 3-4 سنين، وفي حاجات اكتر كمان، اللي هو مثلا بيبقى صاحب الشركة جايب الاجهزة لمدة مثلا مدة معينة وعارف ان هو هيغيرها بس فبيعملوا كده. فاول ما تيجي عد 3-4 سنين فيبدأ صاحب الشركة يصفي ايه الاجهزة بالشاشات ويبدأ يجيب حاجات جديدة. الحاجات دي بقى بتنزل على الجهاز، على قصدي كونتينر مثلا، على مركب مثلا او whatever، يعني اي حاجة، وبتيجي عندنا مصر وبتبدا توزع على التجار، والتجار بيبداوا يشوفوا الحاجات اللي شغاله من اللي مش شغاله، هما بياخدوها بسعر الجمله وبيبداوا يشوفوا الحاجات اللي شغاله ومش شغاله، وبعد كده بيبداوا يبيعوها في السوق المصري. تمام. مثلا في مثلا ممكن مثلا هو يشتري 10 اجهزه ممكن يطلع منهم واحد بايظ بس والباقي كله شغال. المهم يعني انك مثلا انت بقى بتشتري بقى الجهاز الاستراد دوت، هو مش وحش قوي ولا حلو قوي، بس هو استخدم، احنا لازم نقتنع ونبقى عارفين ان هو الجهاز دوت استخدم لمدة من 3-4 سنين. احنا مثلا لو احنا عايزين نشتري جهاز استراد نعمل ايه؟ الاجهزة الاستراد بينفع تعدل عليها كتير، وفي اجهزة ما ينفعش تعدل عليها اللي هي الكيسات الصغيرة دي ما ينفعش تعدل عليها الديسكتوب، وفي الاجهزة التطور ينفع تعدل عليها. المهم يعني احنا ليه بنجيب استراد مادام نجيب تجميع؟ لا بص، هي الفرق في هنا بس كل الكلام في الميزانية. الميزانية بتاعتنا لو كويسة فاحنا احسن لنا ان احنا نجيب تجميع، لو الميزانية بتاعتنا مش قد كده فاحنا بنجيب استراد. احنا فكرتنا كلها ان احنا عايزين نشغل العاب والبرامج بتاعتنا بالميزانية اللي معانا. احنا لو مش معانا ميزانية فبنضطر نجيب استراد وبنبدأ نعدل عليه عشان يشغل معانا الالعاب والبرامج بتاعتنا. اما بقى لو معانا فلوس فاحسن لنا طبعا 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 ان احنا نجيب جديد تجميع، جهاز تجميع، جهاز بمزاجنا بنظبطه زي ما احنا عايزين ونقدر نعدل فيه زي ما احنا عايزين، لكن لو معناش فنضطر نجيب استراد. المهم يعني في الاول في الاخر انت لو عايز تشتري جهاز استراد ازاي اشتريه؟ عشان السؤال ده بيتكرر عليا كتير، ازاي اشتري جهاز استراد؟ بسيطة قوي، انت بتنزل سوق الكمبيوتر وبتسأل مثلا عند اول محل يا عم تقابله، تقول له عندك اجهزة استراد ايه امكانياتها؟ يعني تعرف بقى انت عايز تشتري بامكانيات ايه؟ امكانياتها؟ طب ينفع هل هينفع عدل عليها؟ طب سعرها كام؟ خلاص خلصنا ده، نطلع من عنده نسأل عند حد غيره، هكذا نسأل عند كذا حد بالاسعار، نعرف الاسعار بتاعتنا، نعرف ده ضحك علينا ده ما ضحكش، هل السعر مختلف؟ كده تبدأ تلف وتدور وتسأل وتعرف اكتر. كل ما تسأل وتعرف اكتر كل ما هتنزل تشتري جهاز كويس. بس كده، ولو انت عندك اي سؤال او اي استفسار ياريت تسيبه في كومنت تحت، ولو انت عايز تجميع بسعر معين فهتلاقي اكيد هتلاقيها في الوصف تحت، لان عامل فيديوهات بجميع اسعار التجميعات اللي في خيالك. لو عندك اي استفسار او اي سؤال عن الكمبيوتر، موبايل، كاميرات، اي حاجة اكيد هساعدك. واحب اختم فيديو في نهاية لو انت مثلا لو مش مشترك يعني فانزل اشترك في القناة. وبالنسبة للناس العصابة دي عايزين بقى نروح نتحد مع العصابة دي عشان نجمع فلوس
عشان نشتري بيها جهاز تجميع قشطه. لا لا مش هنعمل كده. لو انت مش مشترك عندي في القناه فانزل اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واحب اخدم الفيديو بكلمه لا اله الا الله.